بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في من قتل نفسه لم يصل. اي نعم، باقي نعم الحديث الذي باب ما جاء من احب لقاء الله احب الله لقاءه، وبعده الحديث قال: حدثنا حميد بن مسعده انه قال حدثنا خالد بن الحارث ثقه، خالد بن الحارث بن سليم بن الهجيمي، خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي وهو ثقة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة إلا أنه تغير بأخرته، قال: وحدثنا إسناد آخر، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فإذا هنا لما يتابع سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها: إنما توبي محمد بن بكر عن سعيد، توبي خالد بن الحارث ولم يكن يحتاج إلى متابعة، إنما هل سمع منه؟ قالوا: محمد بن بكر بن الحارث البرساني سمع منه قبل الاختلاط، فبذلك الإمام لعله الإمام الترمذي جاء به متابعا لخالد بن الحارث، ويكون إن شاء الله الإسناد صحيح، ولا تكون علة اختلاط سعيد بن أبي عروبة مؤثرة. عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد عرفنا معناه فيما مضى أنه إذا كان الإنسان في سياق الموت، خالد بن الحارث ثقة لكنه لم يعلم متى سمع، خالد بن عثمان محمد بن بكر البرساني سمع منه قبل الاختلاط، هذا الذي أذكره. ولذلك ابن الترمذي رحمه الله أتى متابعا لخالد بن الحارث في أنه سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظروا المسألة، المتابع والمتابعة خالد بن الحارث ومحمد بن بكر، يعني سعيد بن أبي عروبة لعل فيه بأنه سمع اختلط، فالذي يكون سمع منه قبل الاختلاط حديثه يكون صحيحا. فهل يثبت لنا أحد سمع قبل الاختلاط؟ نعم، محمد بن بكر البرساني سمع منه قبل الاختلاط، ولذلك جاء بهذا الإسناد. وكلاهما الهجيمي خالد بن الحارث ومحمد بن بكر يروي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، لكن ميزة محمد بن بكر أو محمد بن بكر أنه سمع قبل الاختلاط. نعم. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر. ليس ذلك، وأنه مكتوب هنا ليس ذلك وهو خطأ، على كل حال مخاطب هي عائشة رضي الله عنها. ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وهو في آخر سياق الموت. وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولذلك جاء فيه أنه إذا رأى، والتبشير يكون بمجيء الملائكة قبل أن تنزع روحه أو تخرج روحه،
ملائكة حصان الوجوه للمؤمنين، وملائكة في يخاف منهم، أو مما جاء فيه ملائكة اللفظ الذي جاء سود الوجوه يخاف منهم، فتس الروح تهرب في جميع أجساده أو جميع الصدر والبطن وكذا جميع أسجاده، فينزع كما ينزع السفود من المبلول أو كما ينزع السفود من الصوف المبلول. ففي هذه الحالة يظهر له أنه بشراه الجنة أو بشراه النار، ففي هذه الحالة يكره أو يحبه. ولذلك فهذا الحديث فسر لنا ما أجمل في الحديث السابق، ليس هذا أنه كلنا نكره الموت، نعم، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روحنا ريحان، أو أخرجي أمس ذكرت لكم إلى رحمة الله ورضوانه، والكافر أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب الله وسخطه. ففي هذه الحالة يكره لا شك فيه، نعم. هو كلنا كما قالت عائشة كلنا نكره الموت، فهل كره الموت يستلزم كره لقاء الله؟ لا. متى يكون كره الموت؟ يكون مخوفا منه غير مرغوب، وهو إذا جاءه الملائكة أو جاءته الملائكة يبشرونه بالجنة حصان الوجوه، في هذه الحالة هو يحب لقاء الله. والموت وإن كان يكره كل واحد لكنه لا يستلزم كره لقاء الله تعالى. فعند السياق آخر احتضار الموت والله أعلم يكون الإنسان يكره أو يحب، فمن أحب لقاء الله. ثانيا الذي يظهر والله أعلم أن المؤمن طول حياته إن شاء الله لا يكره لقاء الله، يعني يكون مسرورا مستبشرا إن شاء الله، وحتى قد يكون يرجو من الله رحمته ويقول الحمد لله طول الحياة يا رب ما أشركت. وأنا أقول لكم هذا أن إحدى أمهات الخالات كانت هنا سبحان الله خالات الزوجة، وما آتاها الله أولادنا كذا وعندها أموال، فكانت تنفق على الحجاج كثير سبحان الله، لأن في أول كانوا يأتون على الهند والسكن وحاجات وكذا، وأنا أنام في غرفة وهي في غرفة هناك بعيد، لكنه إذا بقي ثلث الليل تقوم كلها تهجد تقول يا ربي أنا ما أشك أنشدك الله لا تؤذبني، وأنا أؤمن بأنك لا تؤذبني أنك رحيم، أنا ما أشركت بي ولا أذكر أني تركت الصلاة علما وكذا وكذا سبحان الله. فيكون الإنسان طول حياته يحب لقاء الله في مثل هذا، أي وقت كان صحيفته بيضاء نقية، أي وقت يأتي داعي الموت مستعد. أما الكافر الذي يكون قد أذنب ذنوبا كثيرة وأكل حقوق الناس وعمل الناس، إذا كان عنده بصيص خفيف من الحياة الأخروي ويعرف أنه يحاسب في الحقيقة يكره، فيكون كأنه ليس خاصا بالكره والحب في وقت الموت فقط، وإن كانوا فسروه، إلا أنه المؤمن طول حياته إن شاء الله يحب لقاء الله ويكون كأنه مستعد للموت ولا يخاف إن شاء الله أنه يعذب بفضل الله تبارك، لأن الله رحيم وبدأ كتابه بالرحمن الرحيم، ما هو كذا قالوا هكذا، قالوا بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإن رحمته سبقت غضبه، لأنه قال غير المغضوب فيما بعد. فالحاصل على كل حال إن شاء الله هذا ينبغي أن يكون إذن المسلم طول حياته الذي يعيش في طاعة الله تعالى إن شاء الله لا يكره لقاء الله تعالى. باب ما جاء في من قتل نفسه لم يصلى عليه، لم يصلى عليه مطلقا أم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف ابن عيسى، هو يوسف ابن عيسى ابن دينار المروزي ثقة، أنه قال حدثنا وكيع معروف ابن الجراح أنه قال حدثنا إسرائيل والشريك، إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة،
وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف لكنه لا يضر وجوده، فقد جاء مقرونا بإسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لا يصلى عليه مطلقا؟ هل تبويب البخاري تبويب الترمذي أن باب لا يصلي لم يصلي، باب ما جاء في قتل نفسه لم يصلي عليه أو لا يصلي عليه؟ لو كان الظاهر كأنه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يثبت الحكم أنه لا يصلى عليه مطلقا كان يقول باب ما جاء في من قتل نفسه لا يصلى عليه، لكنه كأنه يشير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث جابر أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القاتل نفسه مثل عدم صلاته على من ترك على نفس على بعد موته دينا، وهذا يكون كأنه إنذار وتخويف لمن بقي بعده، لأن هذا لا يشعر بشيء أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى عليه، فيكون تركه لصلاة تركه الصلاة عليه للقاتل نفسه يكون تخويفا للآخرين، كذلك ترك الصلاة على من ترك دينا يكون تخويفا له، ولا يترك عليه لا تترك عليه الصلاة مطلقا، إنما كما قالوا أنه لا يصلي عليه أفاضل الناس حتى يخاف الإنسان بأنه لو حصل لي كذا الناس يتركون الصلاة علي من الأفاضل. أما أنه إذا كان بالفعل عرف أنه كان يستجيز هذا يستحل هذا الحرام فهو الذي قالوا أنه يحكم عليه بالكفر، لكنه إذا لم يكن يستحل وجاء وفزع من نفسه وقتل نفسه فعلى كل حال ارتكب كبيرة كبيرة لا شك فيها، وهذه الكبيرة لا تخرجه من الملة، فإذا يجب أن يصلى عليه ولكن لا يصلي عليه الأفاضل، هكذا قالوا. نعم، كما لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة قطعا لا يتركون الصلاة عليه كما قال في صاحب الدين صلوا على صاحبكم. نعم، فيكون لا يجوز أبدا إلا على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة، فهذا وهو خارج عن دين الله تعالى، هذا الحكم وهذه المسألة التي يمنعون الصلاة ليس من دين الله. نعم، لا، من أين جاء مسألة صلاة الطفل الصغير؟ جاء فيه أن السقط إذا كان قد مضى عليه 4 أشهر التي هي 120 يوم الذي يعرف ويظن فيه أنه يكون قد نفخ فيه الروح فيصلى عليه، أما إذا سقط من قبل هذه المدة قبل نفخ الروح فقالوا لا يصلى عليه، لكن قالوا جازت الصلاة وجوبا لا يصلى عليه، وذاك وجوبا يصلى عليه، السقط إذا نفخ فيه الروح فيصلى عليه. تأتي مسألة كأنك تسأل، إذا كانت امرأة قتلت نفسها وهي حامل وفي بطنها جنين يضطرب في شهر الخامس السادس، فإذا مات وراءها فيصلى عليه ولا يصلي عليه الأفاضل ولا يصلي عليه الأفاضل، هكذا قالوا. أما ترك الصلاة مطلقا فلا يقول به الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، باب ما جاء في الصلاة. قال أبو عيسى، نعم، قال طويل، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، ثم قال باب ما جاء، وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، الإمام خاصة إمام المسلمين أبو بكر مثلا
لا يصلي إذا كان هو خليفة أو عمر أو غيرهم، يبدو هذا الذي يريد ائتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نائبه أو أي شخص على كل حال، والآخرون لا يتركون الصلاة عليه، لابد يصلوا صلاة، لأن الصلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية. لا، ليس الظاهر أئمة المسائل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين لم يصلي، فلا يصلي إمام المسلمين والآخرون يصلون الظاهر. كذلك إذا كان هناك شخصيات بارزة معروفة فيمكن أن يقول أنا لا أصلي وأنتم صلوا عليه، كله زجر للباقين وليس للذي قتل نفسه، لأنه مسكين لا يستفيد شيء من هذا الترك وهذا هذه الصلاة. نعم. باب ما جاء في الصلاة على المديون. مديون جاز أن يقال، أصله مدين، ما هو كذا، دانا يدين دينا، فأصله مدين، قال يقيل ومقيل، أي نعم، أو كان باع يبيع مبيع، وجاز أن يقال مبيوع مديون. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، أي الذي مات وعليه دين. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة، قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة، قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. وفي رواية أخرى أتي ليصلي عليه فسأل هل عليه دين، وكان إذا أتي ميت فكان يسأل، فإذا قيل له أنه لا ليس عليه دين كان صلى، وإذا لم يكن عليه دين وإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. وثانيا جاء في الأخير حديث قال أنا ولي المسلمين، فمن كان من ترك مالا فليه ورثته، ومن ترك دينا فهو إلي، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يودي من بيت مال المسلمين، لكنه هذا كان في أول الأمر، كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من ترك دينا ولم يترك وفاء أيضا، لأن الرواية جاءت أيضا قال أبو قتادة هو علي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه، يعني التأكيد لما قال هو أي الدين علي على للإلزام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه قال بالوفاء، يعني توفي أنت، قال بالوفاء فصلي عليه، لأنه من الممكن أن يذهب ولا يعطي صاحب الدين أو مالك المال، ربما يرضيه هو علي، فقال بالوفاء يعني توفي ولا تذهب وترضيه وتقول عفو عنه أو شيء من هذا النوع، فقال نعم بالوفاء فصلى عليه. قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوى وأسماء بنت يزيد. نفس حديث أبي قتادة جاء فيه عند الآخرين أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه في اليوم الثاني فقال يا أبا قتادة ما فعل الديناران، سأل هل ترك دينا، قالوا كم، قال هل ترك دينا، قال قالوا نعم دينار أو ديناران، فقال علي يا رسول الله، فلقي في اليوم الثاني قال هل أديت، قال بالأمس مات يا رسول الله ولم أودي، فلما أدى وجاء وقال يا رسول الله قال أديت الدين عنه، فقال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فهذا يدل على أن الإنسان ولو كانت عنده حسنات وحسنات، لكن إذا مات بحق الناس فقد يعذب ويكون سببا للعذاب في النار. الآن بردت جلدته معناه وجد لفح النار قطعا لأجل هذا، والله المستعان. إذا كان وفاء الدين موجودا فولي الأمر يأخذ من إرثه فيفي الدين أولا كما هو معروف قبل قسمة الإرث. فجاء في روايات أخرى هل ترك وفاء، قالوا لا، فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه، جاءت روايات أخرى أيضا
هنا ما جاء ذكر، لكن في روايات أخرى سأل هل ترك وفاء للدين صلى عليه، إن كان ترك، وإذا لم يكن ترك فقال كان يقول صلوا على صاحبكم. في هذا العصر إذا كان يرى ولي الأمر وفي الحقيقة بيت المال يودى حق بيت المال من الغنيمة ومن الزكوات وغيرها فيودى عنه إن شاء الله، هذا هو الأصل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الله عليه قال فمن ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا فهو إلي، أظن ليس علي، قال فهو إلي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى وعيالا أيضا، يعني حتى العيال على عولي وعلى تربية أولياء الأمور. نعم، يعني كأنه راجع إلي، لم يأتي لفظ علي فيما أذكر، إنما قال إلي، هم راجعين إلي وأنا ضامنهم، كأنه صلى الله عليه وسلم قال. يأتي تاتي الرواية إن شاء الله، ولا ما جاي هنا جاد على كل حال. قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد، أما حديث جابر فأخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث أبو قتادة التي ذكرتم الآن. قال حدثني أبو الفضل مكتوم ابن العباس، أبو الفضل مكتوم ابن العباس الترمذي أنه قال، هذا مكتوم قال إنه مقبول، يعني من شيخ له، لكنه لم يروي عنه، روى عنه عدة أشخاص لكن لم يوثق. قال أنه قال حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث صدوق، إلا أنه كان صحيح الكتاب ويخطي إذا روى من حفظه. قال حدثني الليث وهو ليس بن سعد أنه قال حدثني عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء أي ترك مالا يوفى به الدين صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. هذا الحديث بهذا اللفظ صلوا على صاحبكم وبهذا المعنى البخاري الترمذي في رواية في إسناده بعض الضعف، لكنه جاء عند البخاري بإسناد نظيف. نعم، فالمسألة فالحديث صحيح على كل حال. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته فالحديث على كل حال صحيح. ومسألة بأنه إذا كان لا شك في دولة الإسلام قائمة والناس يعني لم ينظر إلى لم يترك وفاء وغيره وشيئا، إذا كان ترك وفاء حتى والورثة هم فقراء مساكين يحتاجون إلى ما ترك فيكونوا إلى بيت مال المسلمين، هكذا يقضى. نعم، بالمرة ما أسمع بعد إيش؟ بعد هو الظاهر لا يقال هذا نسخ، إنما يقال بشرط أن يكون بيت مال المسلمين فيه غناء، يعني لأنه لما فتح الله عليه الفتوح فما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في زمن ما ليس بيت مال المسلمين والحاكم نفسه يريد أن يؤدي حقوق المسلمين وليس عنده شيء، فمن أين يؤتي؟ لأنه لما فتح عليه قال لما فتح الله عليه الفتوح، يعني الحمد لله، والتوسع أو حصل التوسع في الرغد والعيش في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي عن المدينة ديونهم. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير، يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث. انظروا هنا عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، لأنه إذا روى من الكتاب فحديثه صحيح وحفظه كان ضعيف، فجاء متابع له أي لعبد الله بن صالح يحيى بن بكير، وهو ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري ثقة إن شاء الله ثقة،
فيكون حديثه صحيح وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. نعم. ثم قال: باب ما جاء في عذاب القبر أعاذنا الله منه إن شاء الله نرجو من الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يستعيذ وأمر باستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال في دبر الصلوات. باب ما جاء في عذاب القبر. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، وهو أظن الجوباري أو جويباري، هكذا جاء نسبته جوباري. أي نعم. صدوق أو ثقة. قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث المدني، وكان لقبه عباد، هكذا كانوا يقولون، أو عباد، لكن ضبط غير واحد بضم على هين عباد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أو قال أحدكم، يعني إذا قبر أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، ما كان يقول في حياتي: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. من أين قد كنا نعلم؟ هل الملائكة يعلمون الغيب؟ يشهدون له في حياته كان يقول الظاهر على هذا، أو بإعلام الله لهم عبد المؤمن. ولذلك يأتي في القبر الظاهر قبل الموت كما جاء فيه ربما، لكن هل المنكر والنكير كانوا يشهدون له بإعلام الله لهم؟ والله أعلم. أو بالملائكة يخبر بعضهم بعضا؟ والله أعلم. قالوا هذا الكلام لأنهم لما يخرج روحه فيتنازعون ويأخذ هذا، يتشرف أن يأخذ هذا وذاك، كل هذا يكون سبب العلم، والله أعلم. على كل حال، قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافق قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، أي اضغطي عليه واجتمعي بعضك على بعض، التئمي عليه، فتلتئم عليه. وفي رواية أخرى: فتضغط عليه القبر. وفي رواية سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه وجد ضغطة في القبر، فيقول: فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هنا في الحقيقة يعني ما ذكر إلا يعني بالاختصار والحديث الطويل الذي جاء عن البراء بن عازب، وفيه أسئلة، 4 أسئلة للمسلم، ما هو كذا؟ ما ذكر هنا إلا أن بعض الأحرف أو بعض الزوائد ذكر للشارح، فهناك 4 أسئلة، فكل مؤمن يلقى الظاهر 4 أسئلة، هي 3: الأصل، ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هكذا جاء في الأخير: ما دينك؟ من نبيك؟ ثم إذا قال: ديني الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: ما علمك بهذا؟ قال: قرأت كتاب الله وعملت بها. أما الكافر ف3 أسئلة، وهو يقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة أو مطرقة ويضغط عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هنا ما ذكر إلا هذا، والله أعلم. قد يكون سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا القدر، ولا يكون يحذف أن أبي هريرة جاء هكذا. أما حديث البراء بن عازب فهو أشمل وأطول. نعم. هنا
قال: وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشه وابي سعيد كلهم رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. نعم. وقطعا عند بعضهم زياده ليس عند الاخرين، فاذا كان جمعت على طريقه الجمع في موضعه مثل ما يعمل الشيخ الالباني في مسائل كثيره فتجتمع لنا الحديث اطول من هذا، وانا اذكر اني كنت جمعت للخطبه في بعض الايام. نعم. أتاه ملكان أسودان أزرقان بالزاي هكذا، زاد الطبراني: أعينهما مثل قدور النحاس، الله المستعان، وأنيابهما مثل صياصي البقر، وأصواتهما مثل الرعد، ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار، وزاد يحفران بأنيابهما ويطعان في أشعارهما ما هما مرزبة، أي مطرقة، لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. أهل منى، لماذا قال أهل منى؟ الظاهر ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا أيام الحج وهو في منى، والله أعلم. ومنى تجمع الناس في أيام الحج من كل أدب وصوب، يعني مهما كثر الناس لا يقدرون أن يقلوا هذه المرزبة. يقال لأحدهم المنكر هكذا وللآخر النكير، فيقول: أنا ما تقوله؟ وزاد في حديث أنس عند البخاري: فيقعدانه. وزاد في حديث البراء: فتعاد روحه في جسده، وكما جاء أنه يأخذانه في سرقة من حرير ثم يستفتحان أو يستفتحون أبواب السماء وتفتح لهم، فيقال لهم يقال لهم: اجعلوا روح عبدي فيه، اجعلوا كتابه في عليين، فيجعل كتابه في عليين. أما الكافر فلا يستفتحون فلا تفتح لهم، أو قرأ قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتعاد روح، ثم تعاد روحه، لأنه روحه سعد به إلى عليين، إلى عليين، وعليين هو في السماء السابعة أو في السماء على كل حال، آمنا بالله. ثم تعاد روحه بكامله. هذه المسألة تكلم فيها العلماء القرطبي في التذكرة، كذلك حتى ابن أبي العز الحنفي في كتاب في شرح العقيدة الطحاوية ذكر أن روح المؤمنين يكون في عليين دائما، وتعاد روحه ثم تعاد روحه للسؤال والجواب، ثم يعاد إلى العليين أو تعاد إلى عليين للمؤمنين وللسجين في كفار، وتكون له للقلب أو للروح علاقة بين الروح والجسد مستمرة، فيتعذب أو يتنعم الجسم كما يتنعم الروح. ذكروا هكذا، وهذا الآن في الحقيقة ليس بعيدا من الفهم، مهما كان أشياء الآن قد تكون بالريموت، يعني يحركون من آلاف الأميال أشياء ويؤثرون فيه، فليس ببعيد من رحمة من قدر الله وقدرة الله تبارك وتعالى. هكذا قالوا أنه في عليين، في إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار لفي عليين، وإن كتاب الفجار لفي السجين، يعني روحهم تكون مستقرة هناك، لكن يكون لها علاقة بالجسد، الجسد يتنعم وكذلك أو يتعذب، كذلك الروح كلاهما، وليس العذاب أو الثواب على الجسد فقط وليس على الروح فقط. وكتاب الروح ابن القيم أيضا تكلم فيه. نعم. فيقولان: ما كنت تقول؟ فتعاد روحه. وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة: فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه. طويل، فيها أشياء كثيرة على كل حال ذكره في الشرح، فندعو الله تبارك وتعالى أن يعفينا من عذاب القبر ويعطينا من نعيمه. ثم قال: حدثنا هناد وهو ابن السري قال: حدثنا عبده وهو عبده بن سليمان الكلابي عن عبيد الله النافع، عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن عاصم
ابن عمر عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب وهو الراوي النافع. نعم. وأخوه عبد الله هو ضعيف، عبيد الله العمري وعبد الله العمري. نعم. عبيد الله هو الثقة النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت أعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. أنت تقول ما هو موجود، يعني مقعده من الجنة. شوف، يعني كأنها كتقول ما وجدت مقعده من الجنة. عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني يعرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وجاء حديث آخر: ما منا إلا وكل واحد له مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة، فإذا كان من أهل الجنة يرى مقعده من النار ليغتبط ويفرح أكثر، هذا مقعدك من النار لو لم تكن مؤمنا، وإذا كان كافرا أو إذا كان معذبا والله أعلم أو كافرا فيرى مقعده من الجنة حتى يتحسر ويتعذب أكثر، هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا. أحاديث صحيحة. نعم. فيقول: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب ما جاء في أجر من عز مصابا. من عز مصابا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى وهو يوسف بن عيسى بن دينار. نعم. ثقة. قال: حدثنا علي بن عاصم وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا والله محمد بن سوقة. محمد بن سوقة من الثقات الكبار. علي بن عاصم يحلف ويقول: حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وهو أسود بن يزيد النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود. الأسود عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا. في الحقيقة هنا علي بن عاصم وهو صدوق، إلا أنه يخطي كثيرا، يخطي كثيرا، رجال كلهم ثقات إلا علي بن أبي عاصم، علي بن عاصم وهو علي بن عاصم بن السهيب الواسطي، في لفظه وفي لهجته ثقة صدوق، لكنه حفظه ضعيف، كان يخطي كثيرا، ولذلك ضعف هذا الحديث: من عز مصابا فله مثل أجره. مثل أجره، لأن كل من أصيب بمصيبة وصبر فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من عز، لفظ الحديث معناه ومفهومه: من عز مصابا الذي أصيب مصيبة فله مثل أجر المصيبة. لكن هذا الحديث ضعفوه، إلا أنه جاء في فضل التعزية حديث آخر يحسنه والله أعلم، كما ذكره في برد الأكباد أن فقد الأولاد. نعم. والحديث ضعفه غير واحد من العلماء، إلا أنه إن شاء الله فيما يظهر لي أنه يكون جاء موقوفا ومرفوعا وفتوى الصحابي عليه، فيكون إن شاء الله حديثا حسنا، ويكون للمصاب للمعزي على المصاب في المصيبة يكون له إن شاء الله هذا الأجر والله أعلم. نعم. انظروا هنا: من عز أخاه المؤمن. وهذا حديث مثل قريبا منه ويقويه إن شاء الله. من عز أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة، لكنه يخالفه في أنه فله مثل أجره. إنما هو على كل حال، يعني أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث قالوا أنهم نقموا عليه، ونقول إن شاء الله الأحاديث موقوفا جاء عن محمد بن السوق أن يعني فتوى منه، ويكون أنا يعني في نظري أنه يكون صحيح حسنا لغيره إن شاء الله، وخرجوا طرقه. نعم. ثم بعد ذلك الشيخ الألباني أيضا ضعف، ما ذكر ضعف الشيخ الألباني أو تضيفه، ضعفه في الإرواء. نعم. باب ما جاء في من مات يوم الجمعة.
موت يوم الجمعة هل له فضيلة أم يعني الناس ينكرون هذا الحديث؟ قال أبو عيسى أي نعم هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم محمد الموثوق بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقم عليه إن شاء الله نخرج أو تأتون به أنا أذكر أنه حسن لغيره إن شاء الله. نعم انظروا تخريجه إن شاء الله في كتاب برد الأكباد إذا حصلتم أحال إلى الطبراني. نعم مطبوع قديم جدا. باب من جاء باب ما جاء في من مات يوم الجمعة. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وأبو عامر العقدي. عبد الرحمن المهدي الإمام الثقة أبو عامر العقدي أيضا عبد الملك بن عمرو من الثقات المعروفين. قال حدثنا هشام ابن سعد هو هشام ابن سعد أبو عباد المدني صدوق له بعض الأوهام عن سعيد بن أبي هلال ثقة عن ربيعة بن السيف ربيعة بن السيف قالوا إن له بعض المناكير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا الحديث هو لأجل ربيعة بن السيف يكون ضعيفا إسناده لكن له شواهد أنا أنس رضي الله عنه وجابر بن عبد الله بهذا اللفظ ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر فالحديث حسن لغيره أو صحيح. وفي كتاب أحاديث الجمعة وهو هي رسالة في جامعة الملك جامعة الملك عبد العزيز قبل ما تكون أم القرى زميلنا الشيخ عبد القدوس حفظه الله وذكر طرقه أيضا أحاديث الجمعة من مات والشيخ الألباني قد جمع طرقه أيضا في كتابه كتاب الجنائز فالحديث حسن لغيره. وهذه فضيلة يعني هل إنما التفسير اختلفوا فيه هل وقاه الله فتنة القبر مطلقا أم في يومهم هذا لا يحاسب في هذا اليوم فليس من رحمة الله ببعيد أن يقيه من فتنة القبر مطلقا. نعم يقول هنا من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة كذلك جاءت رواية أخرجه أبو نعيم قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وهذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن السيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن السيف سماعا من عبد الله بن عمرو زيادة عليه أن ربيعة بن السيف ابن ماتع المعافري قالوا صدوق إلا أنه يروي المناكير فالحديث يكون ضعيفا إلا أنه جاء عن إياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر كذلك أن جابر رضي الله عنه في روايته عند أنه أبي نعيم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه تابع الشهداء. وفي رواية المرسلة رواية المرسلة عن عطاء ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا أقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة وما هو شهود يشهدون له أو تعبا. هذا الحديث هذه الأحاديث منها طرقه يعني فيها ضعف لكنه حسنه لمجموع طرقه على إمام الظاهر أي يعني اليوم النهار تابع للجمعة لليل أيضا الليل سابق النهار ما هو كذا فإذا إذا مات ليلة الجمعة أو النهار كله مطلوب والله أعلم وليس نهار أو بالشك إنما هو سواء في ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة. نعم الظاهر ليس شك من الراوي إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء. نعم في يعني عدة روايات رواية عطاء أيضا ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الظاهر
ليس شك من الراوي، إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه عن سعيد بن عبد الله الجهني، وهو إن شاء الله حديثه حسن، وأن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، محمد بن أبي عمر بن علي عن أبيه عمر بن علي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، ولأيم إذا وجدت أو وجدت لها كفوا. هذا الحديث إنما فيه عمر بن علي يروي عن علي رضي الله ولم يدركه، ففيه الانقطاع، فيه الانقطاع، إلا أن معنى الحديث صحيح إن شاء الله أنه لا ينبغي تأخير الصلاة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث لفظ الحديث بهذا السياق، فيه ضعف وإسناده ليس بمتصل، إلا أن معناه من الروايات الأخرى صحيحة بالفعل: لا تجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى تفوت، والجنازة إذا حضرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسرعوا بالجنازة فإن يكو صالحا خير تقدمون له، وإن كان غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم، ولأيم إذا وجدت لها كفوا، يعني المرأة إذا جاء لها كفوا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فمعناه صحيح إن شاء الله، إلا أن اللفظ بهذا السياق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما سمعنا دين، هو هذا لابد أن يؤدى إذا كان عليه دين، فأول ما يهجم على ماله إن ترك مالا، ويؤدى الدين كما هو معروف في شروط قسمة الإرث، أول شيء الدين، ثم بعد ذلك إذا كان وصية، ثم بعد ذلك قسمة الورثة على كل حال. فالدين لابد أن يسرع حتى لا يتعذب أكثر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره في اليوم الثالث قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. إذا كان له على الناس فهذا ليس هو المراد هنا، لا يكون ذاك يخصم عن هذا. لماذا؟ هو ترك على نفسه، أما ترك لنفسه على الآخرين هم أحياء ربما يؤتون ورثته. على كل حال، نعم. فوجدت لها كفوا. باب آخر في فضل التعزية. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم المودب وهو ثقة، قال حدثنا يونس ابن محمد، يونس ابن محمد هو المودب أيضا ثقة أو الذارع، كلاهما ثقتان. قال حدثتنا أم الأسود أن منية بنت عبيد، كلتاهما مجهولتان، أن أم الأسود أن منية بنت عبيد مجهولة الحال، ابن أبي برزة. أم الأسود قال نعم ثقة من السابعة، لكن منية بنت عبيد بن أبي برزة أن جدها، أن جدها ببرزة لم تدرك أولا أو مجهولة الحال، قالوا مجهولة الحال لم تدرك أيضا، لا يعرف حالها هي من الرابعة. فلأجل منية بنت عبيد، لأجل منية بنت عبيد تكون روايته ضعيفة أو روايتها ضعيفة، أن جدها ببرزة، منية بنت عبيد بن أبي برزة جدها من قبل أمها، جدها من قبل أمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز ثكلى كسي بردا في الجنة. ثكلى المرأة التي تكون قد فقدت ولدها، فبكاؤها أو حمها وحزنها أكثر، كسي بردا، البرد هو البرد أو بردين، البرد وحده هو يكون الظاهر الرداء الذي يكون فوق، وقد يكون ما هو
الثاني إزار فيكون برداني. نعم، إذا كان برداني فهما حلة كاملة، يسمى حلة. البردان يسمى حلة كما جاء في حديث أبي ذر، يعني رأوا على غلامه بردا وعلى أبي ذر بردا من البرد الفاخر، فقالوا لو أخذت البردين فكان حلة. فالحلة كاملة. ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير لأمر الله من برديكما. نعم، فكسي بردا في الجنة، البرد الواحد الذي يقال أنه هو الرداء. نعم، هذا الحديث لأجل منيا بنت عبيد وهي مجهولة أو مجهولة الحال ضعف. نعم، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. كيف رفع اليدين على الجنازة؟ يعني في الصلاة على الجنازة. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا القاسم بن دينار، وهو قاسم بن دينار ابن زكريا، أو قاسم بن زكريا ابن دينار، قاسم ابن زكريا ابن دينار الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبان الأزدي الوراق ثقة، أن يحيى ابن يعلى وهو شيعي ضعيف. نعم، أنا أبي فروة يزيد ابن سنان أيضا ضعيف الحفظ، أن زيد ابن أبي أنيسة، زيد ابن أبي أنيسة ثقة إلا أنه له أفراد يخالف فيه، أن الزهري أن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليسرى على اليمنى. وهذا الحديث جاء فيه عند الدارقطني، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة. وأخرج البيهقي أيضا بسند صحيح أقصى هذا. فهذا الحديث حسنوه، قالوا هذا الحديث ما حديث الدارقطني فيه راوي اسمه الفضل بن السكن مجهول عن ابن عباس، هنا رواية عن أبي هريرة وتلك عن ابن عباس، فحسنوا الرواية أنه ما كان يكبر، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين إلا أو في أول تكبيرة. الرواية هذه حسنوها، لكن جاء بإسناد صحيح عند البيهقي، عند البيهقي في الجزء الرابع صفحة 444 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وهذا الحديث أو فعل ابن عمر أقوى سندا من حديث من الحديث المرفوع. فيحمل الأمر على أنه رأى، من رأى رفع يديه مثل ابن عمر فروى وفعل، وكان هو أثبت الناس أو كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقياس يقتضي أنه لا يأتي في الصلاة بشيء إلا وله علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعني يقال في فعل ابن عمر هو صحيح، ما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يرفع هو، فيكون رفعه مبنيا على ما يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. ولذلك بعض مشايخنا في مثل هذه المسائل، وأنا قلنا لكم لو جمعتم مثل هذه المسائل ذات الوجوه فيكون جاز الأمران بحيث يرفع يديه في بعض الأحيان في جميع التكبيرات، وفي بعض الأحيان لا يرفع. كان شيخ لنا يلقننا بهذا ما دام صح الحديثان أو الحديثان صالحان للعمل، ويكون مختلف الحديث ويجمع بينهما بهذه الصورة فيفعل مرة هكذا ومرة هكذا. هذا قد يكون عادل الأقوال في مثل هذا. وعبد الله بن عمر ما يظن أنه يحدث شيئا، هذا وجه الاستدلال، يحدث شيئا في صلاته ما لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هكذا لكان أتى إنكار من بعض الصحابة، فلما لم يوجد إنكار معناه أنه رأى في بعض الأحيان يكون صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة. وخلاف العلماء، قال أبو عيسى هذا حديث غريب،
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الوجه يعني أبو فروة يزيد وهو ضعيف، كذلك زيد بن أبي ونيس فيه بعض الكلام. واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول تكبيرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه ولا شماله. هذا يعني نقل عنه غريب، على كل حال لا يقبض يمينه على شماله. ذكر عن ابن المبارك، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض يمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. أما القبض الظاهر ما جاء خلافه في الصحابة والله أعلم ما نقل، فالقبض دائما وهي صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يقرأ القرآن في حالة القيام، فكان يقول كما بالعموم. وائل بن حجر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما واضعا يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هكذا رواية وائل بن حجر بالعموم. ومن هنا أخذوا أنه إذا قام بعد الركوع أيضا فيضع يديه على الصدر، لأنه بالعموم هكذا، فالقيام يكون للقراء والقيام يكون لما بعد الركوع. على كل حال فالقبض قال أبو عيسى يقبض أحب إلي، يعني لم ينقل عن غير أبي بكر غير ابن المبارك عدم القبض، والأصل فيه أنه يقبض، فلذلك قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. نعم. فالذي يعني يترجح في المسألة إن شاء الله أنه يجوز للإنسان أن يرفع اليدين مع كل تكبيرة في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، لأن الحديثين قد جاء مما أو على وجه يحتج بهما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرفع؟ الرواية مرفوعة، نقول مرفوعة هذه ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي جاء عن عمر من ابن عمر من فعله بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان عبد الله بن عباس، انظر قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبير وضع يديه يمنى على اليسرى، هذا من رواية أبي هريرة. ورواية ابن عباس أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، هذا عند الدارقطني. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة فهذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. نعم هذا ضعيف وهو الذي شذذه، إنما ثابت عن ابن عمر من فعله، فالاستدلال من فعل ابن عمر فقط وليس من الحديث الذي المرفوع من الحديث الضعيف. البيهقي الجزء الرابع صفحة 44، الجزء الرابع صفحة هناك الإرث عندكم يجري الإرث حتى في الصلاة، يقولون يصلي الإمام عليه ولا ابنه، لا الإمام هو الذي يصلي، الإبن لا. أما هذا فهذا اصطلاح ربما أحدثه الناس، وإلا الصحابة رضوان الله ما جاء عنهم أن مات ابن أحد فصلى أبوه أو مات أبوه فصلى ابنه، الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي، فالإمام هو الأحق بهذا، ما يجلس فيه. بعد ذلك قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، أبو أسامة ثقة، عن زكريا بن أبي زايدة، هنا الظاهر زكريا بن يحيى بن أبي زايدة، عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن بقاس رضي الله عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة بدينه بأي معنى؟ الظاهر معلقة بدينه من نيل
نعيم القبر والله أعلم. ولذلك قال محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من الدين أم لا. انتهى. الظاهر المقصود منه معلقة حتى يقضى عنه، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، يعني يكون في حر من النار ولا يجد، وإن كان مستحقا بفضل الله ثم بعماله، إذا كان مستحقا لنعيم القبر فيكون معلقة بدينه. وهذا يدل على أن الحقوق، حقوق الناس لها أهميتها. ولا تقول إن المال دنيا دنيئة، لماذا هذه الأهمية؟ لأن المال على كل حال له احترامه عند الله وعند رسوله. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد وكذا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأكثر شيء أنه حق للناس وحق العباد، لا يوفى حتى إلا إذا عفى عنه العبد. نعم. يقول هنا أخرج الطبراني أنا أبي أمامة مرفوعا من دان بدين وفي نفسه وفاه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدين وليس في نفسه وفاء ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. هذا إسناده ضعيف. وجاء أيضا من الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. هذا الحديث صحيح، لكنه لا ينوي قضاءه. النبي صلى الله عليه وسلم يودي عنه، لكنه بنيته يعذب عليه، بعزمه عزم أنه لا يودي، فالعزم المسمم قد يعذب عليه الإنسان. أما الإرادة المحض إذا كان خاطرة فقد إن شاء الله قد غفر الله لأمتي ما تحدثت به أنفسها. أيضا هنا يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله، فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي أو أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك، فيضع الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته ولا سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته. وأحاديث أخرى، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد أنا أبيه إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنا عمر إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنا عمر بن أبي سلمة أنا أبيه عمر بن أبي سلمة أنا أبيه أبي سلمة. من هو عمر بن أبي سلمة؟ هل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي؟ عمر بن أبي سلمة ليس هو ربيب النبي صلى الله تابعي، ليس هو عمر بن أبي سلمة، ذاك الصحابي. وهنا يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما في الحديث السابق. نعم. قال أبو يوسف هذا حديث حسن وهو أصح من الأول، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.